إذا هذا فيما يخص المرأة التي يعني أصيبت بمرض نقص المناعة في ولاية معسكر، لازم نأكدوا باللي يعني الإصابة تاعها كانت في 2016. مصالح وزارة الصحة فتحت تحقيق، وكذلك هناك تحقيق على مستوى العدلة. إذا نتائج التحقيق راح تكون في الأيام القليلة، وهنأخذ الإجراءات اللازمة في كل من قصر في هذه القضية. كذلك هناك تكفل بالمرأة الحامل فيما يخص العلاج ويعني المرافقة النفسية لهذه المرأة، حتى باش نقدموا لها خدمات صحية في اللي لازم تكون عليها هي، حتى تكون على عاتق الوزارة الصحة والسكان، والإجراءات القانونية حتى تأخذ مجراها.